لو الحكاية فيها إن فيتو. طب حابين نعرف بقى يعني احنا كلمنا عن الرموز، بس احنا قلنا ان ده مش بيبقى في عصرنا الحالي نقدر نتعامل من خلاله، على اساس ان الامور كلها تغيرت. انا حابة اعرف مثلا الحلم لما واحدة تشوف انها لابسة فستان فرح، ده معناه ايه؟ هل يعني بيختلف برضو؟ يعني لازم يتقال على بعض. ممكن اشوف ان انا لابسة فستان فرح بس ما عنديش مظاهر الفرح، ماشي، بيبقى هنا العبرة ان ده تجمع. بس طبعا عشان يعني ايه، ما اقدرش ان انا اعمل، يعني انا دلوقتي لما هعمل كده يبقى انا هديكي زي A B C، فده مش يعني هيبقى ايه، يعني بقى اسم عليا انا، لان ده مش وضع، ده يعني ما تعلاش على ربنا، انا مش عاملاه علم وحاطه له قواعد رولز 1 2 3. فعشان كده اللي بتحكي لي رؤية فبقول له او حلم او اي حاجه شايفها اقول له من فضلك احكي لي الموضوع على بعضه وما تقلقش من تفاصيل. وفي بقى حاجه بيغفل عنها الناس وبيعتبروا بقى ان احنا منجمين، يقول لك مثلا ايه، النهارده نسمه او امل جم الصبح هيحكوا لي حلم، نرمين احنا شفنا كذا 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 وسكتوا. من السنه الشريفه ان انت لما تيجي تحلمي حلم وتقوليه لي وانا مثلا هعتبر نفسي انا المعبره الاساسيه ولقيتيني سكت، لازم تبداي تقولي لي الخلفيه اللي انت نايمه عامله ازاي، قاريه ايه من القران قبل ما تنامي، تساعديني، لان انا مش بتاع يعني انا مش بينزل لي وحي، وفي نفس الوقت ممكن تكون دي رساله جايه لكم فانتوا لازم تاخدوها، فبنساعد بعض. عشان كده ده يعني شوف انت لما بتروح لحد من المنجمين او اصحاب اللي هم يعني اللي لهم علاقه بالودع، يعني هي بتطلع منك الكلام اصلا خلال كلامها، وبتلاقي نفسك انت بعد ما تروح البيت ما قلتليش حاجه، ما انا اللي قلت لها. لكن في تاويل الرؤى لازم تديني خلفيه، مثلا يعني كان الاسبوع اللي فات كان ليا برنامج في التلفزيون، فاحد الساده اتصل شاب، انا حلمت ان انا على فرس جميل قوي وبعدي يعني ارض جميله قوي، وكل ما احاول ادخل احدى البلاد الفرس يلف ويرجع. فسالته الحلم ده امتى؟ قال لي اول امبارح او امبارح. فقلت له انت متزوج؟ قال لي لا. قلت له اللي انت عايز تتجوزها فين؟ قال لي في البلد اللي انا بلف من ناحيتها. خلاص يعني هو كان وفر على نفسه، هو يعني كان بيختبرني. فهو لما قال هنقف كلنا ماشي راكب فرس، ما هو الخيل معقود في نواصيها الخير، ده حديث. لكن ايوه الخيل دوت او الخير ده بيجي لحد مكان معين ويقف، لان الخير ديت الخيل خلقت من الريح، واول ما استأنسها سيدنا اسماعيل عليه السلام، فهي وجودها اصلا في اي حلم عرف ان فيه خير، فكونها تحجم عن مكان معين يبقى هو لسه ما قسمش ليك. فكان السؤال على طول، قلت له طيب البنت اللي هتتجوزها قال لي في البلد ديت واهلها مش راضيين، خلاص يبقى لسه ما دخلتش البلد. فبتبقى بقى يعني قيسي بقى بالحب بالتبعيه بالاشياء دي. طيب تكرار الحلم، لما الواحد يشوف الحلم اكتر من مره ويعني مثلا وعايزه اعرف مثلا بالتحديد رؤيه الارضاع او ان حد بيرضع طفله بنت فتاه، هل الفتاه بتختلف عن الذكر؟ طبعا دي برضو من الاساسيات. الولد في الاحلام او الطفل الصبي بيبقى عباره عن رغي وكلام ومشاكل، يعني هو احنا داخلين في نوع الرغي بقى، اللي هو زي النهارده ايه مثلا موضوع اصل النهارده الحد الادنى طبقوه، لا الحد الاقصى ما طبقوهوش، لا ده اصل كذا، لا ده انت مش فاهم حاجه، لا انت فاهمه حاجه، تبداي تدخلي في جدل عقيم. هو ده الولد، جدل والسيره ملهاش مبررات، ما انتش عارفه ليه. عشان كده لما بلاقي سيده تقول لي انا حلمت ان انا معايا ولد وبرضعه، قالها الموضوع اللي انت فاتحق في ليه فورا، لان الارضاع في تغذيه بتمديه. لكن البنت دنيا، فلما تشوف انك بتاكلي البنت او بترضعي البنت او بتديها اي حاجه، اذا كان ارضاع من ام، لان طبعا لبن الام اعلى مرات، اعلى يعني اعلى قيمه غذائيه، واعلى ربنا سبحانه وتعالى يعني اعجاز علمي خروج اللبن ده من جسد السيده، فده معناه ان انت في حاجه ايه بتصونيها بتحميها، اذا حد قدامه فرصه في دنيته يحافظ عليها. لكن لو بتاكليها اكل عادي ده موضوع مأثر على حياتك ولازم يندفن، لان ما بطن قبر، ماشي، الاكل اصلا شيء مش كويس، فما بطن قبر، فخلصي الموضوع اللي وراكي عشان ما ياثرش على دنيتك بقى. الاكل في الحلم؟ الاكل على اطلاقه مش حلم. طب لو ميت دايما بيجهز اكل لحد عايش، يعني بيجهز اكل من اكله ولا اكل من اكل الدنيا؟ اكل من اكل الدنيا. وحد كلمه منه حاجه
لا لا مش اخذ، هو بيجهز وبيودي العده لشخص عزيز عليه، حد من الدنيا يعني، يعني ابنه او بنته، ودايما هو قاعد في مكان. هتلاقي الشخصيه ديت يعني ممكن تكون مثلا معتله الصحه كتير، معتله المزاج كتير، في يعني ايه عارفه لما يبقى الواحد كده قاعد دايما مزاجه مقريف لو لو حد، لكن لو جاء لو بيجهز من اكل الاخر اكله هو طبعا ده لا قدر الله ربنا يكفينا الشر دي وفاء. وهل هناك اكل الاخره يعني هو طبعا لا الله اعلم، ده دي حاجات بقى اللي عشان كده بقول لك ليه نقول نحكي بالتفصيل. ان يعني ممكن تبقي انت قاعده تقولي واديني عنب، هو مش شبه عنبنا بس انا عرفت انه عنب. التواصل الذهني بقى ايوه، فانت ليه قاعده لا وجيك وحط قدامي اكل، هو هو اكل بس هو مش شبه بتاعنا اللي احنا بنعمله، خلاص ما عادش من اكلنا بقى. ماشي، فربنا يعني يعافينا جميعا ان شاء الله. ممكن الحلم تعرفي مثلا ده بكره هيتحقق ولا بعد اسبوع ولا بعد شهر فتره؟ طبعا في اشارات بتبقى واضحه جدا جدا جدا، لكن الاهم من كده لا ما بيتعرفش السبب، لان زي ما قلت هي بقي في امتي مبشرات النبوه رؤيا الصالحه، ونحن امرنا بالسعي. فلو كان ربنا سبحانه وتعالى عاوزنا نعرف المدد كان زماننا كلنا دلوقتي اللي نقول لها نصلي ونستنى. فاهماني؟ فديت لحكمه اخفاها الله سبحانه وتعالى. كل اللي فيها الاحلام هي الرؤى، هي ايه الرؤى؟ هي اما للتبشير او للتحذير او للانذار، لكن ربنا ما يعملش الرؤى ابدا للتهديد والوعيد. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. من رأفة ربنا بعباده اذا ورانا حاجه يوريكي ايه مثلا، اللي هو اما يوريكي نعيم، يوريكي شويه قلق وحيره، هو يبشرك يعني ينذرك. لكن ان انت تقولي انا قمت الصبح لقيت شفت مظهر ومظاهر يوم القيامه، لا هو ربنا مش محتاج يوريك مظهر مظهر يوم القيامه على فكره. يعني الناس لا تتعالى على الله، ما حدش بيشوف مظهر مظهر يوم القيامه. انت عامل ايه راجع نفسك، انت اخطات في ايه راجع نفسك، انت قلق او قريت في ايه راجع نفسك. ماشي، لان ربنا يعطيك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هو في غنى تماما على انه يرعبنا. يعني اذا كان بيقول في الحديث القدسي يعني من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن اتاني ماشيا اتيته هروله، يبقى هيرعبك ليه؟ ولو جئتني يا ابن ادم بقراب الارض خطايا لجئتك بقراب الارض مغفره. فمش ممكن ربنا هيستغل ان احنا نايمين عشان يرعبنا.